وسط دعوات أكثر من 100 مليون مصري، يخوض منتخبنا الوطني مباراة هامة مساء اليوم، حيث يحل ضيفاً على المنتخب الكاميروني في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. يدخل منتخبنا الوطني المباراة متسلحاً بمعنويات عالية وأفضلية فنية، وذلك بعدما تمكن من الإطاحة بمنتخبين كانا مرشحين للفوز بالبطولة، هما كوت ديفوار والمغرب على التوالي، بينما يتسلح المنتخب الكاميروني بعاملي الأرض والجمهور اللذين ساهما بشكل كبير في وصول الأسود الغير مروضة إلى هذا الدور. ورغم الغيابات التي ضربت المنتخب المصري على مدار البطولة، إلا أن نجوم المنتخب عاقدوا العزم على تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب القاري الغائب عن الخزائن المصرية منذ العام 2010. ويفتقد الفراعنة في مواجهة اليوم خدمات كل من أكرم توفيق بعد مغادرته المعسكر إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وأحمد حجازي الذي انتهى مشواره في البطولة بعد إصابته في العضلة الضامة وسفره إلى ألمانيا، ومحمد الشناوي لإصابته في العضلة الخلفية. المرة الأخيرة التي واجه خلالها المنتخب المصري نظيره الكاميروني كانت في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وشهدت فوز الأخير بهدفين مقابل هدف ليفقد الفراعنة فرصة حصد اللقب الثامن. فهل ينجح المصريون في رد الدين لمنتخب الأسود الغير مروضة؟ أم يستغل لاعبو الكاميرون عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز؟ يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. الكلام طبعا لا يتوقف عن هذه المواجهه الكبيره بين المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني. شرفني ونورني في هذه الفقره الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل وكابتن امير عبد الحميد. يا كابتن محمد مشرف ومنور. منور يا كابتن. عامل ايه؟ عامل ايه؟ صحه بوم. ده انت السعاده يعني، انت اكتر واحد هتبقى سعيد. لا مش لمصر بس الاول، خلينا في كيروش. كلنا هنسعد لمصر. كلنا هنسعد لمصر، انما انت سعادتك مضاعفه لكيروش لان انت مقتنع بيه من اول يوم. انا اتشتمت شتيمة والله. والله الناس عجبتني قوي. طب نرحب بميرو. طيب بس هنجيله بس فضفض معاك. ايوه فضفض معاك. ازيك يا كابتن امير؟ كل ما وحشني جدا. مشرف يا كابتن امير كالعاده. اصل هو الراجل الف وانت بقيت تدافع عنه يعني. انت واثنين تانيين كمان كده. لما لا هو مباراه المنتخب اصلا ما شفتش كروش عمل ازمه غير مباراه المنتخب النيجيري. النيجيري فدي كلنا اتفقنا عليها يعني. مفيش حد هينفع يقول اصل كيروش كان عمل مباراه كويسه. انما البطوله العربيه انت كنت بتدافع عنه ودفاع الابطال. جد جد. عامل ايه بقى يا كابتن محمد؟ الحمد لله كابتن. كويس الحمد لله. الدنيا كويسه معاك النهارده؟ قوي قوي. متفائل جدا. بس انت لو بقيت متفائل انا خلاص انا تمام. اصل بص انا قلت لك لو عدينا ساحل العاج كوت ديفوار لا هيبقى السكه ان شاء الله. وبعدين اللي كان مخاوفي من ماتش تونس وبوركينا لما تونس كسبت نيجيريا وعملت ماتش جامد، فالتاني ماتش كانت وحشه. فانا كان مخاوفي ان المنتخب يلعب ماتش كوت ديفوار جامد، طلع ان هو عمل المغرب اقوى أجمد. كمان صح. فالواحد بصراحه متفائل وحاسس ان الاولاد خلاص بقيت عارف انت شد حيلهم والدنيا هتمشي ان شاء الله. صح. بالمناسبه بقى كابتن امير على كلام الكابتن محمد على المباراتين اللي لعبناهم ورا بعض بشكل كويس، في حاجه كمان ايجابيه جدا شفتها في البطوله دي. يعني دلوقتي اي لاعب بيغيب في البطوله دي تحديدا انت مش قلقان. سلام. وصلت للمرحله اللي هي بتاعت ايه؟ مين التشكيل بكره؟ اي حد. اي حد يلعب كويس. فده نجاح للمدرب بكل تاكيد وطبعا لروح اللعيبه. رايك ايه؟ اكيد يا كريم. طبعا في البدايه انا برحب بيك وبسعيد اكون معاك طبعا وكابتني و حبيب امير. سواء كابتن محمد هيبقى معانا لازم الحوار بيخش في الجد على طول يعني ما فيش وقت للحب والترحيب. لا 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 على طول راح مدخلك هوب راح رميك على النقطه اللي انت اتكلمت امير فيها دي ممتازه. صح. هاي واخد رايك. ده المنتخب. طب كلمني. اخد رايك يا كابتن محمد. بص يا كريم، هو طبعا في البدايه كان في لغط كتير جدا على القايمه وليه ما خدش فلان وليه ما خدش فلان، وبعد كده هو عمل حاجات كتيره جدا فنان ان هو ابتدى يلعب ناس في مش في مراكزها في البدايه خالص في التصفيات، يعني في تصفيات ماتش ليبيا والماتشات دي كلها. كان طبعا كانت نقطه بعد الكابتن حسام البدري والناس كلها اتكلمت على كيروش كويس جدا والجهاز الفني، وبعدين اتكلمنا كويس في حوالي ماتش او ماتشين، وبعد كده جت الامور ما ظبطتش في البطوله العربيه. صح. لان طبعا كان لكذا سبب. اول سبب انك انت عندك النهارده الناس اللي ما لعبتش في مراكزها. تاني حاجه انت خدت لعيبه مميزه جدا يا كابتن عبد الجليل في الدوري وقدمت مستويات كويسه واحرجوك بمعنى الكلمه، وبعد كده انت ما خدتهمش في بطوله افريقيا. فهو عمل كذا حاجه في بعض. بس معلش احرجوني وانا اللي مختارهم.
ما هو يعني انا اللي اخترتهم، انا اللي جبت احمد رفعت، وانا اللي جبت حسين فيصل، وانا اللي جبت اللعيبه دي ولعبتها منتخب مصر، انا اللي جبت عمر كمال عبد الواحد محمد عبد المنعم وهم اساسيين دلوقتي في كاس افريقيا. هل كان كل اللعيبه اللي تالقوا في البطوله العربيه كانوا المفروض يبقوا اساسيين في القوام الاساسي للمنتخب مصر؟ مش كلهم، على واحد او اثنين كان عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم موجودين. تمام، بس انا معاك برضو ان واحد زي احمد رفعت كان لازم يبقى موجود. مش عايزين نتكلم في التفاصيل دي، خلاص احنا دلوقتي فرحانين ومبسوطين وعاوزين المنتخب يروح في حته ثانيه ونتمنى التوفيق طبعا. فبالنسبه للكروش، بالنسبه للناس الاختيارات والكلام ده كله، هو كان صاحب القرار في الاول في الاخر، حتى لو كانت في ناس بتنتقده يا كابتن عبد الجليل، هو ليه راي. الراي بتاع الناس او النقاد او الناس اللي كانوا بينتقدوه هو ساعدهم في ده، ان هو لاعب ناس في مراكز غير مراكزها، الناس ظلم ناس معينه، اللعيبه ابتدت كلهم كمجموعه واحده كله اتلخبط، حتى اللي بيلعب في مكانه اتلخبط. فبالتالي هو في الاساس واخد الحاجات الاساسيه موجوده، انك انت عندك ناس اساسيه في انديه، ناس محترفه وجاهزين. انت بتتكلم في تريزيجيه وصلاح كانوا بيلعبوا ماتش كابتن تاني يوم، كانوا موجودين، نفس القصه نني واحجازي والناس اللي كانت مع الاهلي وزمالك وكل الناس اللي كانت موجوده كانوا بيشاركوا. كله بيشارك وحمدي فتحي بيشارك. ابتديت البطوله بمستوى مش كويس، وده الطبيعي انك انت لما بتبدا بطوله كبيره كابتن عبد الجليل تبدا فيها مش كويس، اكيد الثقه بتهز طبعا. فابتدى النقد يجي يبقى على اللعيبه وعلى الجهاز الفني. اللعيبه لها كانت لها دور معين، والجهاز الفني او مستر كروش كان ليه دور في التشكيل. اللعيبه كانت طبعا كل واحد كان لازم يؤدي بروحه ومسؤوليه اكبر. النهارده فوجئنا بنيجيريا، عملت ماتش كويس جدا قدامنا، احنا كان التركيز ما كانش موجود. فبعد كده مع النقد مع الضغط طبيعي انك انت كلاعب كوره مش هتعرف تأدي كويس، ممكن تأدي بروح كويسه، تأدي بتركيز كويس، وده اللي احنا شفناه في ماتش غينيا، وشفناه بعد شويه. مش هقول الاداء كان احسن حاجه يا كابتن في الماتشين، لكن انت ابتديت على الاقل تبقى مركز، تلعب بهدوء شويه، عديت حته الضغط اللي عليك. دخلت بعد كده في ماتشات مهمه جدا، كوت ديفوار وبعد كده المغرب، عملت ماتشات كويسه. وانا كنت في احدى البرامج كانت ناس بتسالني وانت شايف ان احنا ممكن نعمل حاجه، وكان في ناس كتير جدا نجوم كبار يا كابتن كانوا بيتكلموا ويقول لك احنا مش هنعمل حاجه في البطوله دي. فانا كان ليا راي تاني، ان انت النهارده ليه لا، باسمك الكبير عندك 7 بطولات، تاريخ كبير، لعيبه مميزه، عندك احسن لعيب في العالم موجود، عندك لعيبه محترفه في انديه كبيره، عندك ثقه كبيره جدا باسم مصر، والمستوى متقارب في البطوله دي بالظبط. يعني ما تليش برضو منتخب كان فارق عنك كتير، مفيش كريم، مفيش كريم الحاجات دي، لان انت عندك الاسماء الكبيره، حتى النجوم اللعيبه الكبار ما قدوش بشكل كويس. صح. ضغط، تتكلم في كل واحد عليه مسؤوليه كبيره جدا في بلده، بتتكلم في ملاعب، بتتكلم في جو، لان احنا لعبنا في الجو ده، الجو صعب جدا في الكاميرون، والملاعب واجواء والى اخره. فجي بقى انت بعد كده لما ابتديت تشارك وابتديت تلعب بتاخد ثقه مع اسمك، احنا اسم كبير، تاريخ كبير، وعندك لعيبه مميزه، مع الماتشات دي ابتديت بقى خلاص في تركيز. وانا اتمنى ان شاء الله، وده اللي ممكن يحصل نسبه كبيره، ان اللعيبه باذن الله بكره هيأدوا بشكل كويس، هيبقى في خطه متوازنه. صح. ولا هتدافع ولا هجي لك انا بقى في الخطه بتاعه الماتش دي لما اروح برده للكابتن محمد عبد الجليل، للنقطه دي قبل ما نوصل حتى لمباراه الكاميرون، انه دلوقتي فعلا انت بقيت مطمن لاي تشكيله موجوده دلوقتي، اي لعيب بيشارك بقت ميزه عظيمه. رغم ان انت كان قبل البطوله كان ممكن تنتقد انت ليه ما خدتش فلان، لو فلان اتصاب هتبقى محتاج فلان وفلان، مش عايز اكرر اسماء. بس طلعت الاسماء اللي موجوده كلها قدرت تسد وبشكل ممتاز كمان. بسم الله ما شاء الله، من الحراس، من طاقم الديفنس كله، طاقم الديفنس كله يعتبر اتغير. يعني اكرم لعب عمر، الونش وحجازي اتصابوا، لعب ايمن اشرف ولعب محمود علاء، وطبعا عبد المنعم الظاهره الممتازه اللي ظهرت، وناحيه الشمال ايمن لعبها شويه وبعدين رجع فتوح. فاذا الست لعيبه لا على مستوى واحد، بسم الله ما شاء الله ما حسيتش بغياب الونش مع ربنا، ان شاء الله مش هحس بغياب حجازي، لان حجازي غاب برده مباراه في البطوله العربيه، لعب مكان احمد ياسين كان كويس. نص الملعب يمكن الثابت النني والسولية، يمكن حمدي غاب، لا سد مكانه ايمن اشرف شويه، ما بحبذهاش ان يلعب نص ملعب ايمن. في مكانه لعب عبد الله مره، وبعدين تريزيجي نزل. وانا فرحان برجوع تريزيجي كاب، وزيزو طبعا الورقه الرابحه اللي بقول له زيزو دورك اهم من اللي بيلعب اساسي، ان انا الماتش اللي فات حسيت انه نزل زعلان شويه او وشه، يعني مش حسيت ان هو متضايق، سنه صغنطوطه كده.
بقول له لا انت دورك مهم، دورك ودور الناس اللي ما بتلعبش مهم قوي. هي اللي موقفه اللعيبه ال 11 دول على حيلهم بالظبط. فما حدش واي واحد بينزل بيبقى ليه دور، حتى لو دقيقه انت بتلعب مع منتخب مصر بالزبط. الدقيقه بتفرق. الدقيقه تريزيجيه عودته كابتن، يمكن انا كنت معاك وقلت لك هو بيضيع، بس يسيبه يضيع يعني بيوصل، دي حتته. كابتن الجون اللي جابه مش اي حد يخطف. أيوة. من ورا حكيمي كده. أيوة. ده حكيمي. ايوه يعني التغطيه يعني حاجه محترمه صح. تريزيجيه جريء عارف انت على الجون شرس صح. يا راجل ده نزل الماتش بتاع كوت ديفوار، كوت ديفوار ضيع 4 اجوان، 5 تصويبات على المرمى. برافو عليك. يعني للاسف كانت خارج المرمى. وبعدين كابتن عبد الجليل غير ان هو قطع من ورا حكيمي السبرنت اللي هو ايوه ده يا كابتن امير، سبرنت جاي سبرنت كل ده وقاري محمد صلاح يعمل ده، فده دي حاجه كويسه جدا صح. من تريزيجيه فده يطمنك. ده المنتخب اللي تقول عليه كلهم زي بعض. أيوة. كلهم واحد، يمكن واحد او اثنين فروقات طبعا عاليه زي صلاح مثلا زي الشناوي يعني، انما الباقي كله. اقول لك حاجه في كيروش وقلتها النهارده في مقدمه الحلقه. كيروش ما فيش مؤتمر صحفي كان قبل اي مباراه وقال انها هتاثر بغياب لاعب، او احنا عندنا مشكله النهارده عشان فلان هيغيب. ما فيش مؤتمر صحفي طلع قال لك اصل الحكم هيعمل لنا مشكله، حتى الحكم اللي الناس كلها بتتكلم عنه ده النهارده في المؤتمر الصحفي ما اتكلمش عنه. الراجل ما بيديش مبررات جاهزه يا كابتن امير، يعني عارف انت في مدربين كده يقول لك ايه امهد بكم مبرر كده عشان لما ايوه الضحكه دي انا عارف كان مبرر كده عشان لو لا قدر الله خسرنا انا براء. مع ان انا شايف يا كابتن كريم تصريحاته بعد المباراه كلها اللي خسرها بعد غير قبل بعد غير قبل بعد ما ممكن يبقى الحكم طبيعي يضايقه في المباراه، فاي ده مورينيو وجوارديولا كلهم بيكلموا كلوب بيكلموا بعد المباراه. بس على فكره هو لسه ما شافش، ما بيمهدش للعيبه، هو لسه ما شافش تحكيم سيء في افريقيا، ما شافش في مباراه المغرب. لا ما ايه في مباراه المغرب كانت بتاثر علينا اللعب كان علينا وعليهم. ما شافش كابتن امير في مباراه المغرب ايه؟ مباراه المغرب كان فيها حاجه امير يعني فكرني بواقع او واقعتين، سيبك من الخناقه اللي حصلت دي. صراحه في مباراه المغرب ما كانش فيه قرارات تقيله، يعني مش ضربه جزاء ولا تسلل مش محسوب لنا، بس كان فيه كميه. انا عايز اقول لك لا بس النهارده احسن حكم في افريقيا بس هو كابتن عبد الجليل كان تايه في الملعب النهارده. كابتن عبد الجليل بيتكلم في حاجه يا كريم، لعيب كوره لما يحس ان الحكم بيخنقه في فاولات في قرار عكسي ده بيخنق اللعيبه. انت شفت صلاح كان بيتنرفز صراحه ما بيتنرفز. ايوه ما هو ده انا بقوله، هو كابتن محمد بيقول لك الحكم ما كانش عامل حاجه. لا في حكم بيحجم اللعب. هو ده بيخنق اللعيب اللي هو مش بيديك قرار مثلا ايه ضربه جزاء ما بيحسبهاش ولا تسلل. لا هو ده دلوقتي صعب يتعمل بالمناسبه، يعني ما فيش حكم دلوقتي يقدر يحسب ضربه جزاء ظلم ولا هدف اوفسايد عشان في فار. يعني بحس ان هي اوفر قوي ان فرقتين بيعترضوا على اوت في نص الملعب، ده اوت. انما فاولات حاجات في نص الملعب قوي مش عارف ايه، لا مش هعترض عليها. بس مش عايز ارجع للي فات عشان نشجع يعني، ربنا يكرمنا في اللي جاي. انا بس مش عايز كان في فاول لاشرف حكيمي، ده ضربه جزاء اشرف حكيمي يقولوا فاول على منطقه الجزاء ضربه جزاء، محمد النني ما كانش لمس اللاعب ما لمسوش. ما دي تحجيم اللعب يا كريم، ولو بدي فرصه كمان اللي قدامي ان هو يجيب هدف حتى لو مش اللعيبه كلها كانت يعني حتى كمان في كوره حجاز بيقول له بس لو سمحت انا عايز حقي. ايوه انا عايز حقي بس بس انا اقول لك على حاجه، التحكيم وحش في البطوله كلها صح. ما يعني مفيش حكم قصد ان يظلم مصر او المغرب او سمير عثمان امبارح قال التحكيم كارثه، ده طالب الكابتن عصام عبد الفتاح كمان يستقيل من لجنه التحكيم في الكاف. بس الحكم الجزائري جامد قوي يا كابتن، حكم جزائري. لا بص شمال افريقيا واحنا لا كويسين جدا. أيوة. احنا اقوى ناس النهارده. الراجل تايه في ماتش بوركينا فاسو والسنغال، والله العظيم لولا رضوان جيد على الفار الراجل ده كان الماتش باظ منه. في كذا قرار كان رضوان بيلحقه الراجل المغربي الحكم ممتاز يعني. فالنهارده الحكم انا شايفه سيء جدا، ويقول لك ده من احسن حكام افريقيا. سيمبا طبعا سيمبا فانا مش عايز شماعه التحكيم دي، لان بكره الاوت هيعترضوا عليه. وارد هتلاقي بكره الحاجات دي. بص صح الفاول في نص هتلاقي الدكه قامت. فانا لا ما تشدش اللعيبه، اللعيب ما يحطش في دماغه ان الحكم نازل. ما فيش حكم هينزل في القرن ال 22 ولا القرن ال 21 والعالم كله شايف البطوله، والراجل ده اللي بتاع بكره مترشح انه يحكم في كاس العالم، فاي غلطه ليه مش هيحكم كاس عالم؟ طيب كابتن امير بكره نتعامل ازاي مع مواجهه الكاميرون؟ شايف الكاميرون اصلا منتخب عامل ازاي؟ شايف نقاط قوته فين؟ شايف لو انت اتفرجت على الكاميرون شايف تخوفنا او بلاش تخوفنا، تقلقنا من ايه وناخد حذرنا من ايه؟
بص يا كريم، في كذا حاجه. يعني انا من الفرق اللي فعلا كانت عاجباني جدا في من اول البطوله، من اول لقاء، كان الكاميرون. انت بتتكلم في فرق، فريق محترم بيلعب على ارضه وسط جماهيره، الدوله المنظمه، عندك في لعيبه مميزه جدا. وكمان اتكلم هداف البطوله حتى الان فيزيت ابو بكر هداف البطوله بالظبط، ومعاه كمان ايكيمبا ده الهداف التاني. يعني انت بتتكلم في اثنين هدافين في البطوله، وعنده اثنين تحت الفراوده جامدين جدا، عندهم حارس مرمى كويس هادي طبعا. في نفس الوقت عندك دفاع قوي، وده بان في اول لقاء مع بورتينا كابتن عبد الجليل لما دخل فيهم جول قدروا يرجعوا بسرعه ويكسبوا ويعدوا. انا شايف وجهه نظري التهديف عندهم عندهم قوه هجوميه كويسه جدا، منظمين، حتى لو دخل فيهم جول بيرجعوا للقاء تاني بسرعه. وهم عارفين كويس جدا هم هيلعبوا منتخب ليه اسم كبير وعنده لعيبه مميزه. النهارده تصريحات الراجل بتاعهم بيتكلم على محمد صلاح، اي حد بيقابل منتخب مصر بيتكلم ان هو يعني لا، هو في جزء من المؤتمر الصحفي لاي منافس لمصر محمد صلاح في جزء ازاي هتمسك محمد صلاح. اكيد اكيد. فاللي انا عايز اقوله هم عندهم الخطوط كلها مميزه، حراسه المرمى، الدفاع، نص الملعب، عندهم قوه هجوميه، العامل البدني عندهم قوي جدا، عندهم القوه والسرعه، بيقدروا يرجعوا بسرعه، فاكيد وارد ان هم يخش فيهم جول، ونتمنى طبعا ان احنا يا رب نبدا باذن الله. فلكن هم عندهم حته ان هم مع الجمهور يقدروا يرجعوا تاني، وعندهم ناس، حتى الناس اللي بتتغير يا كابتن، ناس مميزه جدا. فهم تيم متكامل، فريق صعب لكن مش صعب علينا ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله مستر كروش يلعب بخطه متوازنه، وده اللي اعتقد اللي هو هيعمله بكره. هيامن طبعا نص الملعب، هيبتدي يعني اعتقد ان ممكن يكون تريزيجيه برضه كابتن ليه دور بكره في حاجه شوط. هو يعني هو ورقه معاه وهو مقتنع ان هو بينزله الشوط الثاني، ممكن على الماتش اللي فات مع قوته، ممكن اعتقد ممكن تريزيجيه يبتدي، ممكن يبدا ايه ويخلي زيزو كمان ورقه. ممكن لا، تريزيجيه لو بدا يبدا ايه مكان مين؟ تريزيجيه لما يكون واقف على رجله وبدنيا كويس والدنيا كويسه جدا، تريزيجيه ما تلاقيش عليه في نص الملعب في اي مكان يعني. يعني يلعب وينج، يلعب 8، يلعب اصل وينج الراجل مش هيضيع، هو مقتنع بمرموش قوي. طب قول التشكيل اللي انت نفسك تشوف بيه منتخب مصر في مباراه الكاميرون. انا بصراحه البطوله دي عاجبني جدا فتوح، عاجبني عمر الاول ابو جبل في حراسه المرمى ان شاء الله هيلحق. في لعيبه مميزه جدا يا كابتن. ابو جبل كان في اتصال بيني وبينه طبعا، بطمن عليهم كلهم الحمد لله، الدنيا كويسه جدا. ابو جبل بنسبه كبيره هيلعب، لانه كان قايل ان هو ان شاء الله هيلحق وبيقدم بشكل كويس. وشفنا الشناوي، مش هننسى دور الشناوي طبعا، افضل حارس في الدور الاول في البطوله. ده اللي انا قلته، كنت في احدى البرامج كنت سالت، فقالوا لي مين في حراس مرمى كويسين وفي مش عارف بتاع ايه وبتاع، قلت لهم مفيش غير الشناوي هو المميز. بعدها باسبوع الاتحاد الافريقي اختاره من افضل الحراس. تتكلم في حارس كان افضل حارس في الدور الاول في وجود مين بقى؟ اونانا اللي هم الناس بتاع اوروبا، ومندي في انديه كبيره في اوروبا. مندي اصلا يا كابتن اترشح افضل حارس في العالم. لا هو افضل حارس في العالم بالظبط. لكن انت بتتكلم خد احسن حارس في العالم عشان بيلعب في السنغال، لو بيلعب في تشيلسي. لا هو حارس كبير كمان طبعا، حارس عظيم يعني. فانا بس انا شايف الشناوي قده 30 مره. الشناوي ده لو كان احترف بره كان هيبقى موضوع تاني. هي في نقطه كابتن عبد الجليل، الشناوي لما ابتدى ياخد على خبر يعني فاهم، وبعد فتره وبعد ما راح ورجع بس تعرف اميره ان الجون دايما بيتصيط وهو كبير. يعني ما شفتش جون وهو صغير كان نجم، دايما لما بيكبر في السن. انا فاكر الله يرحمه كابتن ثابت من احسن مواسمه اخر 3 4 سنين اللي هو كان كبر فيه كابتن شوبير لما خد برضه، وشوبير لما خد على كبر. وهي بتبقى بص بتبقى انت اكتسبت خبرات، بتبقى قاعد على الدكه بتستفاد، بتاخد فرص، بتلعب، كل ده عوامل. فاللي انا عايز اقوله ان طبعا ابو جبل طبعا ادى بشكل كويس جدا، واعتقد ابو جبل هيبقى موجود. عمر كمال ما ادى بشكل كويس جدا، وده برضه مفاجاه البطوله، هو وفتوح. محمد عبد المنعم برضه من الناس اللي بصراحه مفاجاه، مش مفاجاه، انا عارف ان الولد لعيب كويس جدا ومستني فرصه ولعب بشكل كويس. حته بقى اللي هيلعب جنب محمد عبد المنعم، في طبعا محمود علاء لما نزل ادى بشكل كويس ويلعب بثقه. عندك الونش طبعا وجوده مهم جدا، ولكن انا ما اعرفش بعد الاصابه ايه اللي هيحصل. طب انت تدي الونش ولا علاء ولا ايمن اشرف؟ الحلقه هتخلص. انا شايف الونش لو جاهز طبعا، وانا رايي الونش. خد بالك هي برضو في النهايه كانت اصابه عضليه، وهو جاهز دلوقتي 100%، ادى تدريب عظيم جدا، وهيفيدنا كمان ان الشناوي ريح. الونش ريح شويه. انت بتتكلم في لعيبه معظمها مرهق، فانت عايز اللعيبه بقى اللي زي الونش وحمدي فتحي، الناس دي ريحت شويه. وفي نقطه كريم كمان يا كابتن كريم. كريم المكان ده عامل زي الدكتور اللي بيعمل عمليات اللي هو صح ايده في المشرط على طول بالظبط.
الونش بعيد ثلاث ماتشات، انت داخل على قبل نهائي، ايمن رجليه في الملعب يعني عارف انت في اوضه العمليات على طول بيعمل عمليه يعني. بس انا شايف دي هو في حاجه بالنسبه لايمن يا كابتن. ايمن قولها حته السرعات، حته القوه، حته الكروسات، الحاجات دي كلها. لو حته الغشامه شويه انت مكسوف من ايه؟ ما يعني انا قلت لا لا كنت هقولها بصيغه يعني تقول لك تهور شويه. ما هي اسمها غشامه في الديفنس، اسمه غشامه في نص الملعب اسمها تهور. دي غش، ده ما حدش بيعمل تاكلينج في ال 18 اجري جنبه بالظبط، طلعه لبره بالظبط، عمل اوفر سيبه يعمل دي في 100,000 حاجه. انما تاكلينج ايمن، وانت ايمن معروف بالتاكلينج بتاعه ده. فلكن هو لعيب راجل جدا، هو بص ما قلناش بس عنده بالنسبه لبكره الماتش كمان يا كابتن. بكره انت عندك سرعات وقوه وعندك كروسات وعندك ناس بتلعب وبتقطع كويس جدا، الحاجات دي عندك اثنين هدافين البطوله هيلعبوا، فعايز الاثنين القلب دول صاحيين 24 ساعه في الملعب. بالظبط بالظبط. انا ما اعرفش حاله الونش اخبارها ايه، لكن هو سليم وجاهز وتمام، ما فيش مشكله خالص، يقدر يلعب مع محمد عبد المنعم في نص، وطبعا يلعب النني والسوليه. وانا رايي يعني حد من تريزيجيه وزيزو يلعب في الحته بتاع الثمانيه، ويلعب طبعا صلاح ومرموش برضه. يلعب حمدي فتحي وحمدي، حمدي حمدي موجود، يبقى السوليه وحمدي ونني دول في نص الملعب، تلعب بصلاح تلعب مرموش. بس انا عايز اقول حاجه لمرموش، يعني مرموش لعيب كويس جدا مستقبل، لكن في مواقف يا كابتن عبد الجليل لازم، في مواقف تعدي فيها فردي، في مواقف لازم تلعب السهل. بتسهل للفريق وبتسهل على نفسك، لان انت لو انت النهارده مشيت بالكره كتير واتلخبطت واتقطعت منك ثقتك بتقل، اللعيبه اللي جنبك لسه بقول اللعيبه بتتخنق منك. لسه بقولها دلوقتي للكابتن، فتلاقي اللعيبه بتتخنق. بس هو لسه صغير. لسه لكن هو لعيب مميز، فاعتقد ان هو ممكن يستمر. مصطفى محمد طبعا كل مره بيزيد، لكن انا برضه مصطفى محمد في حاجات، في قرارات التصويب على الجول وحاجات لازم يتقل شويه، لان انا ساعات ببقى في اتجاه معين للجول يا كابتن مقفول، ممكن اعمل باس او اساعد بيه الناس، وشفناها كتير. مصطفى مستعجل عايز يجيب جول، مستعجل على الشوط، قراراته مستعجله، لكن هو محطه كويسه جدا وعمل مجهود كبير جدا اتمنى. ولكن انا شايف ان محمد شريف برده لازم يبقى ليه دور يا كابتن عبد الجليل، لازم محمد شريف ياخد شويه. محمد شريف متعطش للكوره، خد بالك ان دور مصطفى الراجل عامله مش الجول بوكس، الراجل عامل له دور دفاعي يغطي ناحيه اليمين بالظبط، بينزل كتير جدا طبعا، بينزل كتير. اتفق معاك جدا يا كابتن. فعشان كده هو يعني مش بيحرز اهداف. ممكن الناس ما تحسش بدوره عشان هو مش في الصندوق كتير، بس بيعمل ادوار عظيمه جدا. يعني الضغط على اللعيب ابو بكر بتاع الكاميرون ده بيجي لا قاعد في ال 18 رائد في ال 18 بصراحه، هو مش رائد في ال 18، هو فظيع، بيعمل كل هو نحله يعني. اللي عاجبني يا كابتن النضج بتاع صلاح، والنهارده شفت ساديو ماني في تفاني للفرقه بشكل غريب يا كابتن، مفيش انانيه، بتجيله الكره بيعدي من واحد بيلعب بيباصي للي جنبه. هي دي بتاعت مرموش، يعني صلاح بيعدي، ده صلاح فيه اربع كور في ماتش كوت ديفوار او الماتش اللي قبليه، هو يجيب اجوان، لا بيحط للي جاي، بيحط للي جاي، كميه تفاني ونضج. لا وفي مباراه المغرب انا بالنسبه لي كان محمد صلاح خيال. هو في 3 4 لعيبه، حتى كان في صوره شهيره كده على السوشيال ميديا، في 3 4 حوالين محمد صلاح، هو بيعدي منهم بيسجل هدف وبيعمل اسيست في المباراه. الصوره دي صور بس، لا في صوره يا جماعه لمحمد صلاح، كان حواليه لعيبه المغرب اربع لعيبه. ده وضع طبيعي لصلاح، رونالدو، ميسي، مبابي، كل الناس اللي هي المميزه دي بيبقى لازم اثنين ثلاثه لعيبه عليه. أيوة. لازم، لانه كده كده هيعدي واحد والتاني. بص على التالت هتلاقيه بيعوره بيضربه خلاص، فهو الناس دي المميزه مفهوم. والسرعات هو ده. انا بس عايز اقول حاجه يا كابتن عبد الجليل. صلاح ليه بيعمل اسيست كتير قوي؟ ما بنشوفوش في ليفربول بيعمل واحده اثنين، لكن صلاح بياخد الكره ما بتشوفوش غير على الجول. احنا مفتقدين الحته بتاعت 10 اللي بيوصل لصلاح، اللي بيوصل لمرموش، اللي بياخد، هو اللي بيقوم بيها صلاح، اللي بيقوم صلاح اللي بيقوم بيها. تاني حاجه انت عندك في الحته دي بيبقى واحد واقف، هيخلي مصطفى محمد ما يرجعش ياخد يدافع في الحته دي، عشان كده الراجل لما بيلعبش ب 10 فمضطر ان الفيرود ده لازم ينزل ويدافع. ده شغل تكتيك بالنسبه له. شايف التشكيل المناسب لينا ايه؟ مش هختلف عنكم كتير. ابو جبل ان شاء الله يبقى موجود، عمر، عبد المنعم، ايمن اشرف، فتوح، حمدي، النني، السوليه. وبقول للنني انت لعيب كبير ولعيب دورك معروف في منتخب مصر، ومش محتاج ناصر النني والده يطلع يدافع عنه. انت بتدافع عن مين؟ ده لعيب في النادي في الارسنال، لعيب في انجلترا وبقاله 10 سنين ولا 15 سنه محترف بره.
ما يتأثرش، ما حدش يدافع عن النني. النني مجهوده في الملعب، انا قلت لك النني مش لازم نبص له ان هو سوبر اللي هو زي صلاح اللي هو بيجيب الاجوان اللي هو بيعمل كل حاجه، لا النني دوره محوري جامد قوي وبيقطع وبيغطي وبيشتغل. فاحنا لازم نبص له المنظور ده، احنا باصين له ان هو احنا عايزينه يعمل كل حاجه، لا هو ناجح في الدور بتاعه، ربنا يوفقه. وقدام طبعا صلاح ومصطفى محمد ومرموش، معاهم بقى ان شاء الله ينزل تريزيجيه، ينزل زيزو، ممكن رمضان، ممكن شريف، ممكن عبد الله السعيد، يعني زي ما انت قلت ده منتخب كله زي بعض الحمد لله، يعني كل الموجودين رجاله. يعني معاهم يعني انا شايف 20 22 لعيب كلهم في مستوى واحد، يعني طلع صلاح والشناوي، الباقي كله باكج كله بسم الله ما شاء الله، اللي بينزل بيأدي، اللي بينزل بيأدي. في حاله روح حلوه كده حاسسها في المنتخب يا كابتن امين، من حالات اللي هي بتاعت زمان، يعني في فتره كده جت علينا من بعد 2010 2012 الجيل العظيم، وبعد كده في كده شويه ايه نسمع مثلا اصل مش عارف مين يتخانق مع مين، مين اتضايق مع مين، مين كان في ازمه في اوضه اللبس. دلوقتي لا، الجيل ده شبه الاجيال اللي فاتت دي اللي هي اجيالكم، يعني اللي هو ما فيش ازمه بقى، الدنيا فيها حب حقيقي وكل الناس بتتفاهم. حاسس بالاحساس ده ولا وصل لك؟ وصل لي طبعا، بس انا عايز اقول اللعيبه الكبار ليهم دور. يعني اللعيبه الكبار اللعيبه المحترفه كابتن عبد الجليل بتفرق. يعني انا النهارده لما اكون انا زعلان، لما يجي محمد صلاح يكلمني يقول لي ما تزعلش وخليك جاهز هتلعب في اي وقت، ده مشكله دوره كده بيعمل معاهم كده صح، ده دور مهم جدا. النهارده لما يجي الشناوي في لعيب بيبقى عليه ضغط عصبي، الشناوي يتكلم معاه بطريقه معينه ده بيهديه. خش بقى على الحته الماديه اللي بتريحك شويه. انت النهارده في لعيبه بتبص لها ان انا عايز العب عشان اخد فلوس، فالحته الماديه في انديتهم متعوضه شويه عكس ما كان زمان. الامور كانت الامور صعبه جدا، يقول لك ولا ماديا ولا عايز العب، عشان كده كان بيتخانق عشان يلعب عشان ياخد مكافئات، كان بيتخانق عشان يلعب عشان ياخد بيت عقده. فده كان يعني كان في بعض اللعيبه كان بيحصل فيهم كده. لو بصينا على الجيل الذهبي في حاجتين، الجيل الذهبي ده كان عنده برضه لعيبه يعني لعيبه مهمه جدا، ما كانش عندنا محترفين كتير يا كابتن، لكن عندك لعيبه كبار محليين كبار. فطبعا لما بتخش مع المجموعه دي انت غصب عنك لو انت حد مش قابل او عايز تعمل مشكله، بيبقوا الناس عارفين في اجتماعاته كده هو بيلم نفسه تاني وبيرجع تاني مع المجموعه. تمام. الحته بقى اللي فيها تغيير ده في احلال وتجديد. انت بتتكلم في جيل مهم، عبال ما دخلت في جيل تاني كان بعض اللعيبه اللي هي الكبيره اللي بنتكلم عليها كبار دلوقتي كانوا صغيرين معاهم، فشربوا منهم الحاجات اللي هي الايجابيه، ابتدوا النهارده يتعاملوا مع الجيل اللي موجود دلوقتي بشكل نفسي وبشكل فني، فطبيعي ان ده دورهم مهم جدا. تاني حاجه الفتره الاخيره دي كان لازم يتكاتفوا كلهم يا كابتن عبد الجليل، كان في نقد كبير جدا، كان اللعيبه كلها عليها ضغوطات، كان لازم كل اللعيبه تبقى في اجتماع، دخلنا نفسنا في مين كابتن، دخلنا في نفسنا مين اللي هيلعب، دخلنا في نفسنا بعض الناس بتشجع اهلي وبتشجع زمان، دخلنا في تفصيله كده معينه. لكن يمكن الهزيمه الاولى بتاعت نيجيريا دي خلتنا نتحد اكتر، خلت اللعيبه تتلم اكتر، يبقى في تركيز اكتر، اجتماعات اكتر، فكل ده فارق مع اللعيبه. وشايف ان اللعيبه كمان مميزين جدا. الراجل فوقه بالظبط، النقد الكتير وفي بعض مش عنيد اهو، مش عنيد. لا مش عنيد طبعا، لا مش عنيد، هو لو كان عاند كان هيروح. فهم برضو اخواته هنا، المعلم فنجاده، الحاج فنجاده اللي قاعد في اتحاد الكوره، والحاج جوزيه، قالوا لا الشعب المصري مش زي اي شعب. فتسمع لهم. الناس دي بتفهم كوره. والله يا كابتن فمعنتش بصراحه، وانا متوقع ان في لعيبه قعدت معاه، صلاح خصوصا، وجهاز فني قعد معاه، وناس من اتحاد الكره قعد معاه، فقالوا له اتظبط واتعدل، واحنا كلنا شجعناه وسقفنا له. ومدرب كبير؟ لا مدرب كويس. كبير؟ لا مش كبير، كويس. ماشي، نتقابل بعد البطوله ان شاء الله واحنا شايلين الكاس. يا رب يا رب حبيبي، شرفتني ونورتني يا كابتن محمد. شكرا كروم، يا رب يخليك كابتن امير، شرفت ونورت كالعاده. اشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، تاريخ وحاضر مع دكتور عادل سعد، خليكم معنا.